صباح الخير خياتي خواتاتي، اليوم نقدموا طعام بالقرعه بالحليب. شوفوا درنا التفويره الاولى، حطيناها ها في القدره تاعنا، عارض التفويره الاولى هنا، فرغناها، درنا لها شويه ملح والماء. هاك شمخنا هذه المرحله الاولى، راكو تشوفوا هذه المرحله الاولى. دونك كي شمخناها بالماء راكم قاع تعرفوا الطعام لبادي، نخليوها تنشف. هنا وجدنا المبقى تاعنا، هذه المقطع بيضه، تجيب الحليب تجي بنينه سهله مهله، ني كوكو طاني والو. تاخذي هكا طنجره صغيره، ديري البصل وزيت وقرفه وملح وشويه سكنجبير، تجي بنينه وتقليها هكذا. هاك كاسمة ونغطيوها ونخليوها طيب، ومن بعد نوريكم صحة التقديم. قبل ما طيب لنا القرعة سوا سوا، كي طيب لنا القرعة نقول لكم واش ديروا لها. شوفوا لي البنات، ها شوفوا طابت لنا القرعة تاعنا، ها ديروا الموس فيها هكذا بتعرفوها طابت. كي ديري الموس في القرعة ديري هكا تبيها طابت، معناتها خلاص هاي طابت هذيك. طفيو عليها، طفيو على النار، ومن بعد تاخذوا الحليب وتفرغوا فوق هذيك المرقه، فوق هذيك المرقه. شوف ها تحركوا غير تحفيفه خفيفه، وها هي طابت لنا. ها شوف ها قرعه بالحليب تاعنا، ومن جهه منا ها طعام ما كان. نعاود نقول لكم شحال من التفويره، هاي التفويره زوج ثلاثه، كل واحد شحال يفور، وكاع الناس تعرف لك تفور الطعام. ناخذوا هذاك الطعام تاعنا، نحطوها هنا ونحطو كمية من الزبدة وهو سخون باه يذوب لنا. كاين اللي يحب يذوبو، كاين يحب يدير السمن، كاين يحب يدير الزبدة، كاين يحب يدير زيت الزيتون، كل واحد واش يحب. وندهنو هاكا مليح كيما راكم تشوفو هاكا خياتي بناتي لي يتعلمو قاعدين في الدار، تتعلمو مليح وجربو، متقولوش ما نعرفوشي، جربو مرة تغلطي مرة حتى تصيبي روحك تعلمتي. كاع نبداو هكذا وبشوي بشوي حتى اللي واحد يعرف مليح هكذا. هاكا دهناه مليح حتى ذابت لنا هذيك الزبده. بعد بسم الله ناخذو راهو سخونه، ناخذو الطعام تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا. خياتي خواتاتي ها شوفوا صحن التقديم، ها حطينا هذاك الطعام تاعنا، درنا له شويه قرفه، شبحنا هذيك القرعه تاعنا اللي هي قرعه بالحليب، وش هي طيبه تجي خفيفه بنينه. سيوها وردوا لي الخبر ودعموني وندعموا بعضنا بعض باه القنوات تاعنا تكبر، وهذه الدعم هذه باه ان شاء الله كل واحد يكبر القناه تاعو. وبالسلامه وشهيه طيبه.